تدرون أن كل واحد أكتوبر هو احتفالية وسنوية الكوفي، يعني يعتبر يوم للقهوة العالمي. طبعاً هذا الشيء اعتمدوا في إكسبو ميلان بإيطاليا بسنة 2015. تبون الصدمة وين؟ معدل استهلاك القهوة باليوم 3 مليارات كوب. والأغرب من هذا كله أن القهوة تحتل المرتبة الثانية بعد النفط بالاستيراد والتصدير. كلنا متعودين من ندخل كافيه نطلب القهوة اللي نحبها، ندفع قيمتها ونستمتع فيها. مشروعنا اليوم مختلف. ليش؟ لأن لما تطلبون القهوة بنفس الوقت راح يعدون لكم قهوة عليها صورتكم، يعني راح تستمتعون بسناب. تعالوا نشوف ضيفنا اليوم شنو مشروعه. إنجازاتنا وتحدياتنا خلال جائحة كورونا، شكلنا فريق طوارئ وغرفة عمليات يمثلها موظف من كل إدارة، حرصاً على تقديم الدعم الكامل من متابعة حالة المشاريع والاستعجال في صرف الدفعات وفق لوائح وقوانين المعمول بها داخل الصندوق الوطني. تقوم إدارة خدمة العملاء ومراكز الخدمة بالرد على كافة الاستفسارات الواردة إليها، سواء كانت عن طريق الحضور الشخصي أو عن طريق الاتصال الهاتفي أو عن طريق البريد الإلكتروني. ورجعنا لكم مع مشروع جداً أنا من عشاقه لأن وايد أحب القهوة. فالمشروع هو أكاديمية مع الأستاذ مشاري الياقوت. يا حيا الله. حيا سارة. شانك؟ حياك الله. الله يسلمك. الحمد لله. الفكرة وايد حلوة، وأنا حضرت لك أول يوم أوبنينج كان عندك قبل إيش كثر؟ سنتين. سنتين. الله يوفقكم. أكيد في أشياء طايفتني. أي حط عليهم سنتين بعد. بعد سنتين. أربع سنين صار للأوبنينج. صدق أربع سنين ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. إيه صح قبل صح. صح. سنتين كورونا. معنا. ترى سنتين كورونا كذي. إيه. عموما حياك الله. شلون جت لك هذه الفكرة مشاري؟ سارة أحب القهوة. صار عندي موقف وأنا صغير مع القهوة، دخلت بعالمها، بديت أقرأ عن القهوة وايد، بديت أبحث، عرفت بعدها إن في منظمة مختصة بالقهوة متأسسة من 1982. حلو. فدرست تحت مظلة هذه المنظمة. خذت مني الدراسة هذه تقريبا 6 سنوات. أروح وأرجع وأدرس لمن عرفت أن فعلياً هذه الثقافة نحتاج أن نوصلها حق مجتمعنا، كانت بعيدة أو نوصلها بليفل بعد أفضل. بالضبط بالضبط. أي صح. القهوة المختصة مختلفة عن أي قهوة ثانية فعلاً. ترى وايد يخربطون بين مثل ما نقول big companies وعلى السبيشاليتي كافي شوب. صح صح. أي صح, أي صح صح كلامك. أي وايد يضيعون وايد يغيرون وايد يقارنون، يقولون هذه القهوة أحلى من هذه. أصلاً في فرق يعني كبير. بالضبط. أيه. في مشروب يحتوي على القهوة وفي قهوة. فهذه بداية لما جت لك الفكرة. صحيح. ترى أنا هم لما قبل أول ما بلشت بلاين الكوفي شوبس، فأحب أسأل بالسوق مثلاً منو اللي موجود، منو مختص، فكانوا يذكرون اسمك وايد. الله يوفقك عموماً. الله يسلمك. زين. نقدر نقول متى بلشت هذا المشروع وشنو مدى التطوير، أو مثلاً لما حطيت أهداف هل في أشياء وقفت مع كورونا أو ما ساعدتك؟ مثل ما نقول بداية المشروع للمراحل اللي الحين، إذا تقدر تبلغنا أو تختصر عنها. المشروع بدأ بال 2016، ما كان لمقر فعلي للتدريب. بال 2018 فعليا صار لمقر فعلي وصارت أكاديمية معتمدة من منظمة القهوة المختصة ومن نظام تقييم فن رسم على القهوة، راح ندخل فيه إن شاء الله. ممتاز. فالهدف إن كنا نجيب اعتمادات دولية تدقيقات رئيسية أن يتأكدون من المكان يكون سليم لتدريب هذه التخصصات، ونعطي شهادات بهذه التخصصات بناء على العلم اللي خذاه الشخص نفسه بالمجال. دراسة القهوة تأخذ أكثر من 5 سنوات إذا بتكملين جميع الوحدات تفاصيلها. تغطيت ال5 سنوات. ولحد الآن قاعد أدرس، لأن ما في أحد مهما تعلم دائماً أقول أي أنا لحد الآن طالب. مهما صار عندي خبرة أظل أنا طالب، دائماً أقول أنا طالب. فقاعد أتعلم زيادة وقاعد أحاول أوصل هذه الثقافة حق مجتمعي ومكاني بالكويت. تبارك الرحمن صار عندنا عدد كبير من الناس اليوم مثقفين بهذا المجال. اليوم قاموا يحاسبون الشخص اللي قدم لهم جودة أقل حتى التكلفة أعلى. صح. فصار في عندنا شوية ثبات. صح. بالمعلومات صدرنا أكثر من 3000 شهادة خلال هذه الفترة. إيه ما شاء الله. فاليوم عندنا أكثر من 3000 قاضي للقهوة. إيه. بالسوق موجودين يقدرون
ان يشوفون الجوده بطريقه سليمه. اي ما شاء الله. انزين منو شوف حق كل مشروع او كل بروجكت لما الشخص يبي يبتدي في انسان يلهمه او ملهم، منو اللي الهمك على هذا الشيء؟ اللي الهمني بالبزنس بشكل عام اقدر اقول اسم شخص. اي اكيد تقدر. شخص دائما اذكر اسمه، هو يمكن كان اقدر اقول عراب مسيرتي بالبزنس، فهد الثويني. نعم فهد الثويني كان مديري، انا كنت اساسا اكس بانكر. فكان هو الشخص اللي الهمني بال يشجعك بهذا المجال بعالم العمل او العمل. وطلعت استقلت انت، قدمت استقالتك قبل ايش كثر من انشاء المشروع؟ اي طبعا قبل بديت بالمشروع الاول، ما كان المشروع الاكاديميه، كان شنو، كافي شوب؟ كان كافيه، كان كافي شوب، وبعده كافي شوب كذلك. فشفت ان الوقت فعليا ما يناسب ان الواحد يكون موظف ويعطي الاداء السليم لعمله ويكون بنفس الوقت عنده مشروع. فقدمت استقالتي. احنا كلنا كذي من بنك لبنك وبعدين اوبشنز يجيك اوفر هني تروح هني بعدين تستوعب انه لا انت تبي شيء لك انت بروحك. صح مختلف. صحيح. خبرتي بالبنوك ما انساها واشتاق لهم واحب المجال اللي انا كنت فيه وايد. تحس وايد نمى الكاستمر سيرفيس عندك؟ طبعًا صح؟ طبعا كاستمر سيرفيس، سيرفيس كواليتي اشورنس، برودكت نولج، حتى شلون اعرف عن المنتج اللي قاعد ابيعه. في البنك له فضل علي كبير بالمجال. يثقل الشخصيه طبعا طبعا. كل شخص تعاملت معه واشتغلت معه بالبنك ما كان غير انه داعم لي بالخبره اللي خذيتها انا من البنك اللي قدرت اطبقها على سوق العمل نفسه. ففهد ثويني يمكن الشخص اللي انا لليوم ما انسى، اللي علمني توجيهه بالمجال نفسه، والكلام قاعد اتكلم عنه اكثر من 10 سنين صار له. الله يوفقك. عموما زين، بما ان الحين انت وفتحتوا هذه الاكاديميه، معك شركة او انت بروحك؟ معي شريك عبد اللطيف الماس. هو شريكي بأكاديمية القهوة. اوكي. والأكاديمية نفسها الحين تحس هل هذا الليفل حق تطوير تبي توسع؟ مثلا انت عندك فرع واحد هنا بالكويت؟ بالكويت عندنا الفرع الرئيسي اللي هو معتمد من منظمة القهوة المختصة مثل ما ذكرنا، ونظام تقييم فن الرسم على القهوة، لان الاعتماد اساسا ياخذ له فترة طويلة. يضطرون انهم يزورون شيء الكويت، تأكدوا من المكان، يعطونك الاعتماد. فهذا فرع، وإن شاء الله عندنا توسع بثلاث أماكن بالخليج حالياً بطور التنفيذ، إن شاء الله بعسير بالسعودية وبوظبي بدبي. حلو. يعني كل اللي يبون يتعلمون على القهوة أو يكونون باريستا أو يكون عندهم شهادات صحيح يقدرون يقدمون على الأكاديمية. صحيح. بأي صحيح. دولة من هذه الدول؟ بأي دولة من هذه الدول. يمكن سألتين سؤال قبل سارة عن موضوع كورونا شنو أثرت عليكم. كورونا لقينا ألترنتيف اللي هو الأونلاين كورسز، فبدينا نعطي دورات أونلاين بالفترة نفسها بحيث نقدر نوصل حق عدد أكبر. كان وين على الأكاديمية نفسها؟ أي كان على برنامج زوم. هذا شنو فادنا فيه سارة؟ خلانا فعليا نكون ريكوجنايز أكثر خلينا نقول بالخليج. أول من قدمنا دورات منظمة القهوة المختصة باللغة العربية وندربها بهذه اللغة، ففعليا كان نادر نشتخدم هذه المادة بالعربي. صح. كانت فقط بالإنجليزي. صح. فقدمناها بالعربي بالإنجليزي وكذلك نقدمها بالإيطالي، فعندنا ثلاث لغات نقدر نقدم فيها مجال القهوة، فخلتنا فعليا نتوسع بالمنطقة أكثر. حلو. وبعد هم ذكرت الآرت أو الرسم على القهوة. أوكي. قل لنا عن تجربتك هذه وش كثر تستمتع فيها، وهل يعني أنا مثلا أسوي بس عرفت الأشياء اللي ما تكون 100% مضبوط على آخر شيء يخترب. بروفر أكاديمي أو أكاديمية بروفر هي وكيل حصري لنظام تقييم فن الرسم على القهوة اللي تأسس بال 2016 عن طريق شخصين، واحد منهم اللي هو لويجي لوبي وهو الشخص اللي اخترع فن الرسم على القهوة أو بعض الباترنز أو الرسمات لفن رسم على القهوة. فخذينا وكالة هذه المنظمة أو النظام على الخليج وبدينا نعطي دورات فيه. طلع معنا بطلين من أبطال الخليج. حطنا أنا الثالثة. يلا حيات. في البطلين اللي من أبطال الخليج واحد منهم بدأ بالمجال عمره 11 سنة. اي ما شاء الله. وطلع بطل على الخليج الأول. ايه. بتنافسه مع أشخاص لهم بالمجال أكثر من 20-30 سنة. ما شاء الله. وهاوي. فمن 11 سنة عمره 15 دخل بطولة، أربع سنين هو قاعد يتدرب طبعا دعم من
والده والدته وهله كانوا يدعمونه في هذا المجال. اسمه علي خريبط ولحد الان بالمجال. وتحدى باسم الكويت بطوله العالم بايطاليا. الله يوقع. الشخص الثاني عبد المحسن الجاسر طلع الاول كذلك على الخليج وخذ المركز الثاني على العالم. ما شاء الله. بطوله هوست ميلان. عمره وقت البطوله اتوقع 19 سنه، هم صغير. تحدى يعني لما نتكلم عن ايطاليا اكيد القهوه اكيد اكيد تحدى ناس بالمجال وصل لهذه المرحله. فاكاديميه بروفر هي وكيله لهذا النظام وتقدم جميع الدورات على مستويات مختلفه بنظام تقييم فن الرسم على القهوه. فالشخص اللي دخل هذه الدورات راح يتخرج فعليا يرسم طريقه جميله جدا، وممكن يخلص الرسمه خلال 5 ثواني بعد ما يحضر قهوته. 5 ثواني صعبة. كنا على حسب طبعا الرسم. قاعدة أتذكر أنا إيش كثر أخذ تايم وأنا أسويها. لازم تجي لنا. إيه إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. زين، أنت كونك في هذا المشروع أكيد احتجت إن أنت ترخص، جهات معينة تساعدك. قلنا على الجهات الحكومية اللي ساعدتك أو يعني علشان أنت تنشئ هذا المشروع رجعت لها. صار الحين كل التقديم أو كل المعاملات أونلاين. بالفترة الأخيرة أونلاين. ولكن في بعض التخصصات اللي ممكن نتقدمين عليها تكون هي نادرة أو غير مضافة على النظام. هذه بعض الأمور اللي يمكن شوية خذت وقت، ولكن بالنهاية كل شيء خذينا عليه الترخيص والحمد لله. خذينا اعتماد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وهو يعتبر أول مكان تم اعتماده من جهة رسمية أو حكومية بالشرق الأوسط في علوم القهوة. بناء على الاعتمادات الأخرى اللي هي من نظام تقييم فن الرسم على القهوة ومن منظمة القهوة المختصة. فهذه يمكن من الشغلات البسيطة شوية. وحسيت واجهت مثلاً صعوبات لمن قاعد ترخص أو قاعد تشتغل على الأكاديمية نفسها؟ خلنا نتكلم بشكل مثلاً أوراق ومعاملات، وخلنا نتكلم بجانب الأوبريشن نفسه، العمليات كشغل بالمكان نفسه. طبيعي بالنسبة حق التراخيص أكيد بيصير شوية بعض الأمور اللي تكون ممكن تأخذ لها وقت. أوكي. بناء على عدم معرفتنا إحنا أساساً بداية المشاريع بشنو الطرق السليمة أن نتبعها عشان نقدر نطلع التراخيص. بس بعدها طبعاً الأمور شوية وضحت وقدرنا أن نقدر أن نخلص هذه الأمور بطريقة أسرع من ناحية التراخيص والعقود. أوكي. وبالنسبة حق الأوبريشن العمليات بالمكان نفسه بالأكاديمية، تخيلي أكيد واجهت صعوبات. تخيلي سارة أن أمر قاعد تبدين فيه بالكويت أساساً ما في موجود مقارب له. ما في شيء نفسه. من ناحية العقود مع الجهات، من ناحية التعامل مع الأفراد، من ناحية إصدار الشهادات، من ناحية طلب الشهادات. ففي أمور وايد أوبريشنالي خذت فيها كانت تعقيدات مو طبيعية. وأي شخص راح يكون تحت مظلة الأكاديمية أو شركة الاستشارات الأساسية، نحن نقدم استشارات وكذلك مجال قهوة ودورات. لما يدخل بهالمجال ما راح يكون عنده أساساً باكغراوند عن هذا الأمر من قبل، فتردين أنتي تبدين معاه من الصفر عشان صح. يقدر يوصل لمرحلة إنه بس إنه يدخل بالمود نفسه مال القهوة أو شيء اسمه أكاديمية قهوة. فكان فعلاً في تحدي بس كان ممتع. يعني في أشخاص وايد ترى عندهم القهوة إنه شيء عادي يعني كوفي وبعدين، بس في الناس اللي وايد تحب الكوفي يعني عندها حتى إنفو معلومات، يدخلون يسوون سيرج، يقرون، يتعلمون، يجربون حتى هبة الكابسولز. يعني أحس في فترة فجأة الكل تعمق وقام يبدع بالكابسولز، بالأنواع، بالتيست نفسه. صح. القهوة سارة إذا بنتكلم عن وحدات التدريب فتنقسم حق 6 وحدات أساسية تحت برنامج اسمه برنامج مهارات القهوة. فتاريخ القهوة لا برنامج أو لا وحدات مختلفة. حلو. الحمص لا وحدات مختلفة. الباريستا وهو الشخص اللي يقف خلف مكان الإسبرسو واللي يحضر القهوة المفلترة هذا واحد ثاني. لا تخصص مختلف ولا 3 مستويات. البروينج اللي هو طريقة تحضير القهوة المفلترة لا تخصص خاص. القهوة الخضراء من ناحية حصادها، من ناحية التعامل معها، اختيار المحاصيل لا تخصص. والتذوق اللي انت تفضلتي فيه هذا بروحه لا تخصص، يمكن هذا أجمل تخصص. يتكلم عن العطرية والفرق بينها وبين الرائحة مثل القهوة. يتكلم عن الطعم والفرق بينه وبين النكهة، وشون أقدر أتذوق القهوة وشون الأطعمة الحقيقية والواقعية حق القهوة ونكهتها. فطبيعي صح. هذا الشيء أنا بالنسبة لي أوقات أواجه فيه صعوبة، الطعم عن يعني مثلا اوكي مثلا لما اشم ريحه البن نفسه وغير لما مثلا اتذوق القهوه نفسها. احس في اوقات تكون مثلا نفس النوع بس ما ادري ليش تكون غير التيست. صحيح. هم يفرق. صحيح.
طبيعي إيه؟ لازم يفرق، لان القهوه وهي ناشفه غير لما ينضاف لها المي، عطريتها راح تختلف بين الناشفه واللي فوقها المي، الطعم راح يختلف، والطعم يطلع منه النكهه. الطعم لما نقول فرضا حالي النكهه، لما نقول حالات حالات كراميل مثلا او فهني نبدي نقسم بدون لا يكون الشخص فعليا قبلها مسوي كالبريشن حق نفسه، مبرمج لسانه على اطعمه معينه ما راح يقدر يذوق القهوه. صح، لازم اسوي شيء قبل على اساس اقدر انا بعدها اذوق القهوه بطريقه سليمه. مشاري بعد بالنسبه حق المنافسين، الحين انت بالسوق الكويتي كلش ما في منافسين؟ في منافسين، في منافسين في مجال القهوه، في اكاديميه، في اكاديميات، او خلينا نقول في ناس ممكن تدرب القهوه، ولا بس يعني هو انديفيدوال بيرسونال ويدرب؟ ممكن في انديفيدوال، في ناس في انديفيدوال، وفي ناس هم كذلك عندهم اكاديميات بالتدريب. بروفر اكاديمي كانت هي اول حرم تدريب معتمد من منظمه القهوه المختصه. بالنسبه حق الاعتمادات، الاكاديميات الاخرى ممكن تكون عندها اعتمادات نفس الاعتمادات او اعتمادات مختلفه. ففي ناس فعليا لا قاعد يحاولون يسعون لتثقيف المجتمع بهذا المجال. اكيد صح، خصوصا ان عليه طلب عالي صح وكبير. صح. والمبيعات بعد زياده وزياده. صح. صح الكوفي اكيد بالضبط. انزين، اذا واجهت يعني مثلا الحين واحد قاعد يسوي ارت لاتيه اوكي وغلط، شنو تسوي هني بالكوب؟ هل انه يشيل من فوق ويرد يعبي كوفي، ولا شلون تتصرف؟ الحين مثلا هذه القهوه انا سويتها والارت غلط، شنو اسوي بالويست؟ انه لو للتقديم قصدك بالكافيه؟ للتقديم للاسف لازم نشربه احنا ورا الكاونتر، راح نسوي له واحد ثاني. لازم يدي القهوه لها اساسيات ساره. بعد طحن البن بالبدايه عندنا 30 ثانيه للتحضير. اوكي، إذا ما حضرت خلال 30 ثانية راح أقل القهوة المطحونة. فما بالك لما أحد يشتري تشيز قهوة مطحونة، في أساسيات لها شرح. بعد التحضير لازم تقدم القهوة على طول، إذا كانت إسبرسو، إذا كانت فرضا مفلترة لا عندك دقيقتين للشرب. ففي أساسيات معينة نمشي عليها، لمن يحق الرسم الحين الحليب راح يفصل، أساسيات القهوة راح تختلف. فهني نحتاج أن نحضر كوب ثاني. وإذا رسمه مو حلوة ما أقدر أقدمها، لازم رسمة زينة. الحين كونكم تشتغلون على بي تو بي او حتى بي تو سي قلت صح؟ مثال بعيد عن السمول بزنسز، نتكلم عن الشركات الكبيره، تتعاملون مع الباريستا نفسهم تسوون لهم مثلا تغيرون الليفل او مثلا التريننج او شنو هم باي ليفل لي ادفانسد مثلا؟ من ناحيه البي تو بي بشكل عام تعاملنا مع اكثر من جهه، في بعضهم شركات عالميه وضخمه، واسسنا لهم من ناحيه التدريب وتحضير المنتجات ستاف كامل هني بالكويت. بالكويت اي، لهم افرع مختصه صارت او اعلى من الليفل الاساسي اللي موجود من ناحيه القهوه المختصه. دربنا موظفينهم واعطيناهم هذه الثقافه بحيث انه يكون مختلف، حتى لما تزورين المكان نفسه راح تلقينا مختلف عن الأساس اللي هو موجود عندهم. لحد الآن موجود، فصار في عندهم أكثر من ليفل بهذا المجال. بس تقدرون يعني بهذا الشيء أنهم مثلا يكملون على كل الأفرع؟ ممكن التريننج. ممكن بس كل سيجمنت فيصير كله ليفل واحد. بس كل 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 فرع كاتيجوري لسيجمنت معين متعود عليه. أكيد بالعكس، لازم السيجمنت القديم يكون موجود ويكون في أبجريد لكاتيجوري مختلف. أكيد أكيد. طبعا الحين اغلب الكافيهات تشوف فيها مثلا موظفين كويتيين صاروا يتعلمون على الكوفي وهم يقدمون القهوه، هل تحس ان الباريستا ضروري ومهم جدا انه هو مو كوبي بيست، يكون من الاساس متعلم؟ يعني مثلا انا الحين بقدم بارت تايم بقهوه، بصير باريستا، شنو اسوي؟ الوظيفه اليوم صارت، خلنا نتكلم بالمجال اللي هو التجاري وفي المجال المختص. المجال التجاري ممكن أي شخص يقدر يشتغل فيه بدون أي خبرة سابقة، ممكن تكون عنده خبرة بالهوسبيتاليتي فقط بالضيافة ويقدر يشتغل فيه. لا بس شلون راح يسوي القهوة؟ بالضبط، لأن المكاين أو الأدوات والآلات أغلبها تكون أوتوماتيكية، فهو اللي عليه إنه يضغط زر. لما نروح للقهوة المختصة فلازم يكون عارف بالضبط أساسيات التحضير، لأن أغلب المكاين تكون يدوية أو أقصد فيها يحتاج لها رسبي معين، مو رسبي يكون اساسا محضر سابقا. ولذلك يحتاج ان تكون عنده ثقافه وعلم ودرايه بالتحضير واساسيات حتى بتغيير الخطا نفسه. كلمه باريستا اساسا جايه
هي نعتبرها ككلمة مركبة. الـ ISTA انضافت على الكلمة الأولى فصارت بار إيستا. الكلمة الأولى هي يعني فيها خلينا نقول كاونتر القهوة، والـ ISTA تعطيها معنى الوظيفة نفسها. ما نقول فرضاً إدارة، وظيف عليها ISTA راح يصير مدير، فهي فعلياً وظيفة. فهذا الشخص اللي يقف خلف ماكينة الإسبرسو فقط، مو شخص اللي يحضر باقي الأمور يسمى باريستا. ما تحس إن الحين الكافيهات كلها باريستا؟ صار هذا باريستا وهذا باريستا واللي هناك باريستا، صح؟ الاختلاف صار الباريستا هو تايتل، فيعطى بناء على ثقافة وعلم معينة. نفس لما الواحد ياخذ مهندس أو، فلازم يكون فعليا هو دارس هذا الأمر وعارفه عشان ياخذ التايتل هذا. بس اليوم صارت هي كلمة ممكن تقال بشكل عام، بس متأكد أنا يمكن أغلب الناس اللي قاعد يأخذون هذا المسمى فعليا هم دارسين وعارفين المجال اللي هم قاعدين يمشون فيه. إنزين، كونك في الأكاديمية اشتغلتوا مع الصندوق، هل الصندوق ساعدكم في هذا المجال؟ يعني أنا يجون لي أشخاص يبون مثلا تمويل أو مثلا يبون جهة تساعدهم تضيف لهم في فكرتهم كتطبيق كتمويل يساعدهم إن هم يبتدون مشروعهم، فإيش كثر هذا الجانب ساعد الأكاديمية اللي اشتغلتوا عليها أو حاليا أنتوا شغالين فيها؟ صحيح، احنا بدينا مع الصندوق الوطني من تقريبا 4 سنوات من بداية المشروع. بهذه الفترة كذلك يعني كان في طبعا دعم مادي من الصندوق، هذا الشيء وايد فادنا بداية المشروع لأنه كان في أجهزة وأدوات لا تكاليف عالية نحتاج أن نوفرها. الدعم الحقيقي اللي أنا أشوفه من الصندوق اللي هو دعم المشاركات بالمعارض. فاليوم إحنا يمكن رحنا لـ إكسبو دبي بدعم من الصندوق، وزارة الإعلام كذلك كان أمر فعلياً للتوسع، وهذه من الأمور اللي يمكن خلتنا نكون ريكوجنايزد أو واضحين أو موجودين على الساحة، وفتحت لنا باب التعاقدات الخارجية. فسوى لكم الأويرنس. بالضبط بالضبط. فدخلنا اليوم يمكن ذكرت سابقاً عسير، بضبي، ودبي، فهذه من الأمور اللي ساعدت فعلاً أن نحن نكون موجودين برا حدود الكويت، وهذا بالعكس شيء وايد حلو أن نكون مشروع بدأ بالكويت وتوسع خارج الكويت. ننتقل حق فقرة أنا وايد أحبها، بما أنك مختص في القهوة راح تكون في أسئلة من الجمهور. هذه الأسئلة تقدر تجاوبها وتقدر تقول باس، بس غالبا يعني ويفضل أنك تجاوبها. أوكي. ننتقل تقل. أوكي، أول سؤال، شنو أكبر مخاوفك في هذا المجال؟ احنا قاعد نحاول كثر ما نقدر نوصل الثقافه حق المجتمع من ناحيه القهوه المختصه الفعليه. فيمكن من اكثر الامور اللي ممكن تربك او ان تكون من المخاوف ان ما نقدر نوصل للمرحله نوصل الثقافه بشكل عام، بحيث ان فعليا المنتج القهوه المختصه ياخذ حقه بالماركت. زين، السؤال الثاني، هل في مره رفضت مساعده احد؟ يعني انا بالنسبه لي اي مره رفضت صراحه. رفضت مساعدة أحد؟ بس يعني أحس لازم يكون في سبب يخليني إن أنا أرفض، مثال بس أنا سويتها يعني كم مرة، مو مرة واحدة، ثلاث مرات. ما أذكر إني رفضت مساعدة أحد كلش أبداً، ما أذكر. ناخذ السؤال اللي بعده، شنو شيء ودك تغيره بنفسك؟ وايد عندي بالمخاطر على طول أروح، ما يعني ما تفكر بالشيء؟ لا طبعا افكر فيه، بس حتى لو كانت مخاطر عاليه فاحب اني فعلا تاخذ الريسك. اخذ الريسك هذا شيء هم انا احبه، بس ما احسه شيء ابي اغيره. مثلا انا شيء من اللي صدق غيرته فيني كنت وايد متسرعه باتخاذ القرارات. اوكي، بس الحين لا، اقدر اقول ان صرت يعني وايد افكر، اخذ النقاط كذي اقيسها على المدى القصير والبعيد. السؤال اللي بعده، هل من منافس تحس ممكن، مو خليك من البروجكت نفسه بس بشكل عام بمجالك بشغلك بشيء اللي تحبه، هل تحس فيه منافس؟ بالمجال اللي انا فيه اكيد فيه منافسين، بس انا احس ان المنافسين قاعد يضيفون لي، مو قاعد ياخذون من الشيء اللي انا قاعد اسويه.
إذا المنافس كان فعلياً بطريقة سليمة وصحيحة بنفس المجال اللي أنا قاعد أمشي فيه، فبالعكس شيء وايد حلو إنه هو قاعد يثمر بالمجال. وإذا كان المنافس ما قاعد يقدم الكواليتي اللي أنا قاعد أقدمه، فهذا هم إضافة حق المشروع اللي أنا قاعد أمشي فيه. أوكي. سؤالي بعده، متى تحس نفسك ناجح؟ لما أكون فعلاً راضي عن كل اللي أنا قاعد أسويه، ماشي فيه بطريقة صحيحة. لما أشوف فعلياً هذا الشيء قاعد يتوسع أكثر مجال القهوة المختصة، والناس قاعد تثق فيه وتقدر فعلياً أن التكلفة اللي قاعد تستهلكها بالمجال هي التكلفة الحقيقية لهذا المنتج. صح. طبعاً بالنسبة لي أنا لما أحط أهداف وحققها، يعني كل سنة لازم حاطت لي 10 أهداف، أقل شيء 8 أهداف، بس لازم أحقق هذه الأهداف علشان أقول يلا أوكي الحين أنا ناجحة بهالشيء أو خلاص هذا الشيء حققت فيه. سؤالي بعده، على طاري توا وأنا أقول إن أحط أهداف، هل وصلت للهدف اللي تبي؟ في طور إني أوصل له، بس لحد الآن هالسنة إن شاء الله يعني نقول إن شاء الله. شنو هدفك؟ إن فعليا هذا المشروع، يمكن أنا ربطت حياتي أكثر بمشروع القهوة المختصة، هذا فعليا المشروع يرى النور بطريقة أكبر. اليوم أنا وايد فخور بالمجال اللي أنا فيه، لأن اليوم عندنا أكثر من 13 مدرب كويتيين تخرجوا من هذا المجال عن طريق أكاديمية بلواذر، ففعليا بدأ الحين يدخل بالمجال بطريقة أكبر وبدأ يتوسع توزيع الثقافات، وأهم شيء فيه إنه قاعد يوصل المعلومة عن طريق أكثر من فكر تحت مظلة منهج واحد. حلو. فيمكن بشهر 9 اللي فات تخرجوا المدربين، فالحين أنا فعليا قاعد أشوف نفسي أني قاعد أوصل حق نهاية بداية النجاح إن شاء الله بإذن الله. هل تثق بالناس اللي بمجالك؟ مثلا واحد يغطى مكانك وهو قاعد يعطي تريننج، أي جدا تدريب مثلا، أكيد هل تثق فيه؟ أي، لأن كل الناس اللي موجودين بالتدريب معانا انت مجربهم، هم ناس كانوا معي، معناته انت تثق بشغلك وصح؟ اذا جوده التدريب عن طريق الاشخاص اللي معي غير صحيحه او مو سليمه، فمعناته جوده التدريب اللي انا قدمتها غير صحيحه غير سليمه. زين، هذا سؤال حلو بعد، شنو الغلطه اللي سويتها وودك لو يرد فيك الزمن، هذا بعيد عن الشغل، يرد فيك الزمن وتغيرها؟ اختيار بداية المشروع بشكل عام ممكن تكون اختياراتك غير صحيحة بأشياء عدة، ففي بعض الاختيارات اللي أنا اخترتها كانت مو مكانها بالمشروع نفسه ولا شنو؟ بالمشروع بشكل عام، يعني بمجال المشاريع تقصد؟ مجال المشروع اللي أنا قاعد أقوم عليه اللي هو مجال القهوة المختصة، أو بمجال البزنس نفسه بشكل عام. الاختيار كان باستطاعتي أني أغيره بذاك الوقت، بس كان اختياري خطأ بعض الأمور، فهذه الأمور لو يرجع فيني الزمن ممكن نغيرها عشان يمشي برتم مختلف. الرتم اللي قاعد يمشي فيه سليم، ولكن راح يكون أفضل بنظري بناء على المعطيات. أوكي. سؤال الأخير، متى أفضل وقت إن الشخص يفتح مشروع؟ أعتقد إن الشخص لازم يكون فعلياً هو مو راجع لعمر كذا ما هو راجع لثقافة وصقل للمعلومات. فالشخص اللي بيدخل بأي مشروع بأي مجال يحتاج إنه فعلياً يكون عنده النولج، شكراً، والممارسة الأولية. ما يبدي المشروع يأخذ الثقافة والعلم والخبرة وبعدها يدخل بالمشروع نفسه، بحيث إنه يقدر يغطي جميع الزوايا اللي بالمشروع، من ناحية المحاسبة، من ناحية العمليات، من ناحية ثقافة المشروع نفسه سارة. فيحتاج إنه فعلياً يصقل نفسه من جميع النواحي، بحيث إنه يعرف طريقة الإدارات اللي قاعد تشتغل تحت مظلة هذا المشروع، هل هي صحيحة وسليمة، والتارجت اللي هو حطه هو صحيح ولا مختلف عن واقع المشروع نفسه. أنا دائماً أشجع الكلاينت اللي يجون للشركة إن مع أول وظيفة بطلك مشروع، بس لا تستقيل إلا لما تكون أنت مشي مشروعك، شايف في نجاح، شايف في استمرارية، هني تقدر تقدم استقالتك. وأنا دائماً أشجع مع أول وظيفة فكر إن أنت تحول هوايتك أو موهبتك أو النولج اللي عندك بطاقة إنتاجية إن أنت تنشئ مشروع. كل الشكر لك مشاري على حضورك، استمتعت جدا باللقاء، وإذا عندك أي معلومة شيء تقوله حق الأشخاص اللي ودهم يفتحون مشروع بخاطرهم عندهم هذا التوجه بس مو محصلين
الدعم أو مثلاً الأشخاص اللي مارسوا أو عندهم هذه التجربة بشكل إنه يفيدهم. مشكورة وايد سارة على اللقاء. فعلاً الشخص اللي حاب إنه يبدي أي مشروع من ناحية القهوة المختصة، إحنا بروفر جاهزين لمساعدته بهذا المجال بجميع تفاصيله. كذلك صندوق الوطني أتوقع يقدم دعم من هذه الناحية، وممكن من الناحية المادية وكذلك الناحية المعنوية والدعم بالمعارض والمشاركات. أصلاً كافي إن يحسون إن في جهة حكومية معاهم تكون داعمة، صحيح، أو تكون تشجيعية لهم. وكذلك بعض الأشخاص اللي بالصندوق قاعد يساعدونهم حتى بالعقود والأمور الأخرى. فأتوقع هذه الجهة، وإحنا إن شاء الله نقدر إن نساعد أي أحد حاب إنه يدخل بهذا المجال وهذا بهالمشاريع.